إذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، تعلن الانطلاقة الثالثة في اندفاعات هذه الرياضة العربية الأصيلة، وباسمي وعلى بركتي نعلن أيضا تواجد شوط آخر ومنافسة أخرى وتحدي آخر سيسير مع هذه اللحظات حامل المنافسة وحامل التحديات في كأس المحليات الذي يعلن اندفاعه مع أول انطلاقة وأول الأمتار التي تسير حاملة الأمال أيضا بكل عشاق رياضة الأصالة. من يتابعنا دائما في كل مكان، من سيكون إذا هنا في هذا الشوط، شوط القمة، شوط المحليات، شوط الانطلاق، شوط التواصل. على البركة انطلق الجميع ونحن أيضا بقلوبنا نسير مع المشاركين، نتابع التحديات، نتابع الانطلاقات. ولكن قبل أن نبدأ أيضا في استعراض هذه اللحظات نهنئ العاصفة، نهنئ مالك العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوزه بأول أشواط هذا الصباح الجميل، هذا اليوم نجود وكذلك مشاغب. وصدق الترشيح، صدق الترشيح لمن رشح أيضا كما ذكرنا، رشح واربح مع العاصفة دائما تكون أنت الرابح. هنا ينطلق هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام مع هذه اللحظة، مع هذا الأداء، مع هذا السير اللي يفتح الأبواب لكأس ثالثة من الذهب هناك تتواصل على تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم للهجن العربية الأصيلة. وما شاء الله كم بعد من مراكز، هناك ست من هذه العمالقة، من هذه النجوم، من هذه المجرات الكبيرة في عالم الأصايل. هناك السعدية لسمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، هناك سلهودة لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، هناك حشمة لهجن العاصفة، هناك العاند لسمو الشيخ سيف بن خليفة النهيان، هناك الطاغية لسمو الشيخ هزاع بن زايد، هزاع بن حمدان بن زايد النهيان، وهناك مياسة، مياسة لهجن الرئاسة. إذا ستة مشاركات مشاهدينا الكرام في شوط المحليات، في شوط الانطلاق، أول كيلومترين يا مشاهدين، يا مشاهدين يا سلام، من يتابع الشاشة، من يتابع دبي ريسنج، متابعة هذا الحدث، وين أسير؟ أسير إلى مركز الحشمة، أسير إلى المركز الأول، وأتابع هناك من تحمل هذا الاسم، أي حشمة، وهي في مركز الحشمة، في مركز الصدارة، هناك تبدأ بجري هذا الشوط الطويل، هذا الشوط الشاق، هذا الشوط الصعب. هناك حشمة لهجن العاصفة وأيضا المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير هو المعلن لاندفاع حشمة مع هذه اللحظة ومع هذا التواصل على ثاني المراكز. تأتي الطاغية في المركز الثاني لسمو الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد النهيان، وهناك أيضا انطلاقة هذا الشوط اللي تأتي باندفاعي ما شاء الله. والمضمر هناك يمع بن عتيج بن جسلة الرميثي، هذا محترف المضمرين، من أطلقنا عليه المحترف اللي يقود هذا الانطلاق وهذا التواصل. أعود إلى ثالث المراكز، وهناك على المركز الثالث سلهودة، على المركز الثالث لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوب، وسلطان بن عبد الله بالشر الخاطري يا سلام. المركز الرابع، رابع من يكون رابع، وهذه هي العاند لسمو الشيخ سيف او مياسه، مياسه اللي على المركز الخامس. هناك لهجن الرئاسه واللي انتقلت الى المركز الرابع، والشاطر سعيد بن شطير الوهيبي هو اللي يتولى التضمير والتدريب، دخول اسم خامس هناك على هذا الموقع، والدخول من السعديه اللي وصلت في المركز الخامس، ولا انطلاق ما شاء الله. السعديه لسمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني وناصر بن مسفر الشهواني اللي بدا يعلن انطلاقه هذا الشوط المحدد الهويه والملامح، وايضا الذي تبحر فيه هذه الاصاله وهذه التحديات. الله 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 على هذا الشوط. اقول المراكز الخمس، اقول المراكز الخمس في 8 كيلومترات، كم بتسير هذه النوعيات المميزه، كم تحمل الشوق وتحمل الدعوات هناك من كل
من تابعنا، من راقبنا، من رشح معنا في هذا اليوم الجميل. وسلامي، سلامي على حشمة، سلامي على الروية، سلامي على حشيم، سلامي على هذا الأداء الممتاز، هذا الرقص الممتاز الذي تخفق القلوب. وهنا متابعة لهذا الشعار، متابعة لهذا التحدي، متابعة لهذا الانطلاق. ما شاء الله، هي حشمة اللي على المركز الأول، والعاصفة تقود حشمة في هذا الشوط هناك، والوافق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، أتوقع أنه أغلق الأجهزة وجلس مشاهدا يتابع، يتابع فقط عبر الشاشة، يتابع ماذا يدور هناك على المقدمة، وكيف التصرف الذي امتلكته حشمة العارفة والعالمة أيضا بمسار هذا الشوط. خبرة، خبرة أيضا ميدانية تحملها حشمة، وتسجل أيضا إنجازا يضاف إلى إنجازها إن استطاعت الفوز بهذا الكأس. هناك كأس في رصيدها، وتنظر أيضا لكأس آخر، تنظر لكأس آخر هنا على المركز الثاني، الطاغية على ثاني المراكز، وهي طاغية هذا الاسم العملاق الذي كان له دور كبير في إثراء المنافسة وإثراء التحدي. الطاغية، الطاغية، طاغية في هذا الشوط. هناك لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان، وهناك المحترف أيمع بن عتيج بن جسلع الرميثي. مشكور، مشكور يا أبو خليفة، مشكور يا أبو خليفة على هذا الأداء وهذا التواصل. أكمل المراكز الخمس مشاهدينا الأعزاء، وأعود بكم ثالثا، أعود بكم ثالثا، وأتابع السعدية التي تحمل معاني السعد، معاني الفوز، معاني الانتصارات. السعدية لسمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الزاني وناصر بن مسفر الشهواني. يا سلام، سلامي عليك المرعب. هنا على المركز الرابع سلهودة على رابع المراكز لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكدوم وسلطان بن عبد الله من شر الخاطري. يا الله، 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 الله. والمركز الخامس العاند على خامس المراكز، هناك لسمو الشيخ سيف بن خليفة النهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي ايضا منطلق في الكأس. مشكور يا الوهيبي على هذا الاداء الممتاز اللي تقدمه العاند واللي تعلن انها ايضا على المقدمة. 5 كيلومترات مشاهدينا الكرام انتهت، واشوف، اشوف حشمة، اشوف حشمة، حشمة على المقدمة على المركز الاول. باقي 3 من الكيلومترات، باقي 3 يا جماعة، 3 باقي على خط النهاية. كان هناك في ند الشباء ايضا كان هناك الانطلاق، وكان الكاس، وكان محطة العبور هنا 3 كيلومترات، ولكن، ولكن الان الغابات تنتهي والكاس هناك يلمع، يلمع على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، متجهة للمقدمة، متجهة الى 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 ما ما كانت بدايتها من هناك، متجهة للروية، متجهة للروية. الله، الله، حشمة وحشيم وانطلاقة هذه السلالة الذهب اللي تحمل المزيد من التحدي ومن الإثارة ومن الانطلاقات ومن التنافس. ما شاء الله. المركز الثاني، هناك ايضا انطلاق على ثاني المراكز، وهذه الطاغية لسمو الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد النهيان وايمع بن عتيد بن جسلة الرميثي. وهناك التحرك من السعدية على المركز الثالث، على انطلاق الثالث لسمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الزاني وناصر بن نسر الشهواني. وعلى مركزنا الرابع تأتي العاند على المركز الرابع، هناك سمو الشيخ سيف بن خليفة النهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في التنظيم. والمركز الخامس بعود الى سلهود اللي على هذا الانطلاق، اللي على هذا التحدي ايضا لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم وسلطان بن عبد الله بالشر الخاطري. خلاص قلت المراكز الخمس الاولية، قلت المراكز الخمس الاولية، وادني يا ابو سلطان، وادري هناك بتوصلني الروية زين، الروية زين بعد وديني اتابع هناك حشيم واشوف حشيم. 2 كيلو اذا مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، ما شاء الله. الكاس وين؟ الكاس مرغم، ومرغم هي الكاس، والذهب، الذهب، الذهب للعاصفة، والعاصفة هي الذهب، هي الذهب. يا سلام، يا سلام، يا سلام. مشاركة فردية، شوط انفرادي،
شوط يحدد المقدمة، يحدد المركز الأول. هنا كلما شاركت في كل عام في كل مشاركة الموسم الماضي، الموسم الماضي تسجل كأس الإذاعة، وأيضا في دوحة الخير كانت الدلة، وهنا أيضا هنا الكأس، كأسين في الرصيد، والمزيد قادم، والمزيد قادم. أبشركم يا مرشحين، أبشركم يا مرشحين. من رشح أيضا؟ من رشح نجود ومشاغب ورشح حشمة بأن خلاص الترشيح صايب، والسيارة أيضا في انتظاركم، السيارة في انتظاركم، كما هو الكأس في انتظار حشمة وفوز حشمة وتحدي حشمة وأداء جميل حشمة. هاترك الثنايا، هاترك الثنايا هنا يسجل باسمي هجن العاصفة التي تملكت كل عاصف في هذا الميدان، كل عاصف في هذا الاطلاق، كل تحدي تملكت الذهب، الذهب يذهب للذهب، الذهب هناك مع الصدارة وهي حشمة، حشمة اللي على المركز الأول، والنهاية يا سلام، الفارق كبير، الفارق كبير، والكأس هناك، ودون أيضا يا مدون، وسجل يا مسجل، سجل الذهب يسجل باسم حشمة اللي تحمل هذه الكأس، هذه التحية، هذا المجال يا سلام، يذهب فقط للعاصفة دون أي تعليمات. هنا المعرفة، هنا التحدي، هنا الفوز والانتصار، وحشمة مع الذهب، المحليات ذهب والذهب لحشمة. ومشكور يا راعي الأصالة، مشكور أيضا يا مالك العاصفة، مشكور سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، من امتلك هذه النوعيات من أقواها وأصلها وأنقاها ما شاء الله، أصالة وتراث وتحدي. وهنا حشمة اللي على خط النهاية، رحبي يا منصة، رحبي يا منصة بحشمة، بحشمة في هذه اللحظة. وأيضا يا جمهور، يا مشاهدين، يا متابعين، الله 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 الله، حشمة مع النهاية، حشمة مع النهاية. وأيضا كاميرات العدسة، كاميرات العدسة الأخيرة هناك على خط الميدان، كاميرا المنصة الرئيسية تتشرف بالترحيب بحشمة صاحبة هذا الكأس. 400 متر، النهاية، 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 حشمة ذهب والذهب حشمة، حشمة ذهب والذهب حشمة، والكأس الثاني حمدانية أيضا مسجلة، الكأس الثاني حمدانية. يا سلام، يا سلام على هذا الأداء، العاصفة تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مالك العاصفة، منطلق مع العاصفة، مؤدي مع العاصفة بهذا الأداء. وسجل يا توقيت، سجل يا توقيت، سجل، سجل يا توقيت، سجل يا أصالة، سجل يا حشمة، سجل يا عاصفة، سجل يا تاريخ، سجل هذا الأداء الممتاز وهذا التحدي ما شاء الله. تهانينا والناموس لهج العاصفة، وتهانينا لحمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثاني مياسة، هناك في المركز الثاني هناك لهجن الرئاسة، والمركز الثالث شوف المركز الثالث من تصل فيه، اتوقع انها العانت على المركز الثالث لسمو الشيخ خليفه بن سيف النهيان، والمركز الرابع حسن الهوده لسمو الشيخ سعيد محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس الطاغيه لسمو الشيخ هزاع بن زايد النهيان. ما شاء الله، هذا هو مالك الكؤوس، مالك الكؤوس، عاشق الناموس، محب انطلاقات هذه الرياضة العربية الأصيلة. هنا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الذي قاد حشمة بهذا الأداء الممتاز، وهذه الكؤوس أو تسمى التحف الجميلة التي تتواصل بهذا الميدان، تحمل الذهب وبداخله ذهب، وإذا الفوز بهذا الكأس ذهب، ذهب، ذهب يسجل في هذه اللحظات. هنا أيضا حشمة لحظات وصولها إلى خط النهاية، إلى نهاية هذا الشوط، 12 دقيقة 35 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني اللي تسجل مع حشمة. واشكرك الوافق ايضا على تحديد التوقيت اللي ذكرته قبل انطلاق الكوس، حددت ايضا هذا التوقيت بالذات 35 36. بالفعل اشكرك الوافق على ثقة التوقيت الممتاز بهذه الانطلاقات. اذا هنا المنصة الرئيسية، وهذه هي نتائج الترشيحات ونتائج الكوس، نجود الهجن العاصفة، مشاغب الهجن العاصفة، وحشمة ايضا الهجن العاصفة. يا سلام، الكل رشح.